الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام للإمام ابن قدامة المقدسي غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الجنائز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاه بعد. أنا أريد أن ألخص هذا الباب حتى بعد ذلك إذا بدأنا في الأحاديث يكون إنما هو تنزيل على ما نحن ذكرنا من الشرح إن شاء الله عز وجل. فنقول أيها الكرام الفضلاء، بالنسبة للجنائز وما يذكر فيها وما يأتي من الأمور التي ينبغي أن المسلم أن يتعرف عليها وأن يلم بها، أول ما يلم فيها من باب التعريف، الأول من باب الإنسان أن يتعرف عليها، على معناها، ما هو المقصود بها، وكيف تضبط، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء التي يحسن بنا نحن أن نكون ملمين بها، حتى لو مررنا عليها مرورا يكون مرورا سريعا على ما تقتضيه الحال ولا نطيل. فلما نأتي الآن نتكلم على الجنازة بخفض الجيم المعجمة التحتانية وفتح النون الموحدة الفوقانية وفتح الزاي المعجمة أخت الراء. الجنازة هي النعش أيها الفضلاء الكرام، والميت والجنازة يأتي بمعنى الشيء الذي يثقل على قوم فيغتمون به، ويقال ضرب حتى ترك جنازة وطعن في جنازته، ويجمع على ماذا؟ ويجمع على جنائز. وأيضا نقول جنازة ونقول جنازة، نقول جنازة ونقول جنازة. فتأتي بكل هذه المعاني، تأتي بكل هذه المعاني أيها الفضلاء والكرام. والأصل في جنازة بمعنى ستر، جنازة بمعنى ستر، الجيم والنون والزاي، جنز الشيء إذا ستره، وجنزه بمعنى جمعه، وجنز الميت بمعنى وضعه على الجنازة. ويأتي منه ذلك، لماذا؟ لأنه يستر تحت التراب ويوارى تحت الثرى. وهذا الدين العظيم لم يترك شيئا أبدا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فجعل لهذا الأمر، لهذه الجنازة، وقد كانت من عادات القوم في بعض الناس كما هو في الهنادك من الهندوس والسيخ أنهم يحرقون الميت بعد موتهم، وعند النصارى يلبسونه أفخم ثيابه ويضعون معه حلله وحليه وبعد وطعاما وشرابا ويجعلونه في صندوق ثم يوارونه، إلى غير ذلك من العادات التي كانت في الشرائع السابقة، وكلها كما ترون أنها خلاف الفطرة. فجاء هذا الدين العظيم أيها الكرام الفضلاء فأكرم الميت المسلم
كما أكرمه حيا، فأكرمه ميتا كما أكرمه حيا، فجعل فضلا لمن غسل ميتا، وفضلا لمن كفنه، وفضلا لمن سبحان الله لمن دفنه. روى الحاكم صحيح الألباني قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فكتم عليه، إذا لابد للمغسل أن يكون أمينا، غفر الله له 40 مرة. هذا حكمه، يعني هذا فضل من غسل. ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق في الجنة، هذا فضل من كفن، سواء كان اشترى الكفن أو كان ساعد في تكفين الميت. ومن حفر لميت قبرا فأجنه، يعني أسكنه فيه، أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. صحوا الألباني في الترغيب والترهيب. لذلك الذين يعملون في المقابر إذا احتسبوا النية ولم يبحثوا عن أموال المشيعين، كما أنهم إذا وجد المشيع أعطاه مالا حفر وأدخل الحفر ولم يعطيه مالا أنه لم يحفر، نقول لا، اتق الله أخي المبارك وأحسن النية، شوف الأجر العظيم هذا اللي بيحفر القبر هذا، سواء كان موظفا أو لم يكن موظفا أو كان رجلا متبرعا، هذا من الأجر فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. طيب، من يتبع الجنازة، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى على جنازة كان له من الأجر مثل القراط، ومن تبع حتى سوارا كان له قراطان، والقراط مثل الجبل العظيم. انظر الآن هنا يقول علي: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فزا، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكره الألباني في أحكام الجنائز، في أحكام الجنائز. والقيام للجنازة، يقول الشيخ محمد إبراهيم التويجري: يستحب القيام للجنازة إذا مرت به ومن جلس فلا حرج عليه، لما روى البخاري ومسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، يعني حتى تدفن، متفق عليه. ومن حديث جابر أنه مرت جنازة فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقمنا معه فقلنا إنها يهودية، قال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. ليس من باب تعظيم صاحب الجنازة، لا، إنما لأن الموت فيه فزع وفيه هيبة، متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب قال: رأينا رسول الله عليه الصلاة والسلام قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة، راه مسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين: الراجع في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مر به الجنازة قام لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وأمر به، لكنه بعد هذا لم يقم بل قام ثم قعد. والجمع بين فعله وتركه أن قعوده ليبين أن القيام ليس بواجب، يعني القيام ليس مستحب، وهذا هو كما قلنا الأمر يفيد الوجوب، فإن صرفه صارف دل على الاستحباب. هو الصارف أن النبي قعد عليه الصلاة والسلام. ومن البدع في الجنائز الآن أنهم لما يشيلوا الجنازة يقعد يقول لك: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا، وهكذا، ويأتون من مثل هذه الأذكار. وإن الواجب الصمت عند 3، ومنها عند تلاوة القرآن، وعند زحف الجيش، وعند حمل الجنازة. هذه مواطن الصمت وسكوت لفزع الموت، وليس مثل هذا الذي يفعله بعض الناس، غفر الله لنا ولهم. نعم. ويقول الشيخ ابن عثيمين: ورفع اليدين في تكبير صلاة الجنازة أنه يكون في كل تكبيرة، لأنه صح عن ابن عمر موقوفا وروي عنه مرفوعا، وقد صح رفعه جماعة من أهل العلم. ولذلك الإنسان يستحب له أن يتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض، ولو تقدم الجنازة فله أن يجلس قبل أن تنتهي إليه. أما حال الدفن وبعد الدفن فالسنة القيام للدعاء للميت. والدعاء الناس يطيلون الدعاء، لا، الدعاء قصير، ولذلك كقوله النبي لما قال: يعني سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فقد مجد تقول: اللهم ثبته. ولما قال: استغفر لأخيكم وسأل التثبيت فإنه الآن يسأل، عند أبي داود. وليس كما يظن الناس أنه يدعى دعاء
يدعى دعاء طويلا، فالدعاء الطويل إنما هنا أيها الفضلاء الكرام، الدعاء الطويل إنما يكون في ماذا؟ إنما يكون أسعدكم الله بطاعته. روي عن عمر، روي عن عبد الله بن عن عمر قال: فإذا دفنتموني في خشخش يا إخوان، في صوت الله يرضى عليكم، اللي عنده ميكروفون يقفله. فهنا عند مسلم قال: فإذا دفنتموني فقوموا على رأسي مقدار ما ينحر جزور. فقالوا: هذا هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهنا إذا كان اجتهاد الصحابي يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعذر الصحابي ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وينبغي أن يعلم أنه لا يجب، أنه تحرم الصلاة على الجنازة بين القبور. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا أن يصلي على الجنائز بين، أن يصلي على الجنائز بين القبور. رواه الطبراني وصححه العلامة ابن الألباني. وينهى الجلوس على القبر، بل توعد فقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. وينهى المشي على القبور كما عند ابن أبي شيبة صححه الألباني من حديث عقبة قال عليه الصلاة والسلام: لئن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ومن السنة المنسية أيضا، وهي خلع النعال عند الدخول إلى المقبرة. وعن بشير: بينما أمشي قال الرسول: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أبي أنت أمي، ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت. إذا مر بقبور، إذ مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خير كثير. فمر بقبور المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. قال: فحانت النبي عليه الصلاة والسلام نظرة، فحانت النبي نظرة عليه الصلاة والسلام، فرأى رجل يمشي بين القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألقي سبتيتيك. فنظر الرجل فرمى النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه فرمى بهما. رواه البخاري في الأدب المفرد. ومن الأشياء الجميلة يقول أبو داود السجستاني، طبعا أبو داود تلميذ الإمام أحمد، يقول: رأيت أحمد إذا تبع الجنازة ف قارب من المقابر خلع عليه. انظر لاتباع أهل السنة كيف، سبحان الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى: المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة، والأفضل أن يخلع عليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة، مثل يكون في شوك، في حرارة شديدة، إلى غير ذلك. ويقول الشيخ ابن باس في فتاوى: لا يجوز أن يمشي بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل الشوك أو شدة الحر. ويجوز للزوج أن يدفن زوجته. ويفضل لمن أراد الدفن ألا يكون قد جامع أهله. هذه سنة أيضا جميلة، سبحان الله. النبي لما عليه الصلاة والسلام ماتت ابنته، جلس على القبر قال: فرأيت عيناه تدمعان، قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يأتي أهله؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. فنزل في قبرها فقبرها، وقال: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة. هذا على وجه الكراهة، لكن لا يحرم. ومنهم من قال: لا يشرع لمن وطي أهله تلك الليلة أن يتولى الدفن، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: من منكم من رجل لم يقارف الليلة ينزل الآن، هو الذي يدفن. ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته. يقول الشيخ الألباني: شريطة أنه لم يكن وطاها تلك الليلة التي ماتت فيها، ويتولى غيره الدفن، ويتولى غيره ماذا؟
الدفن، ومن السنة إدخال الميت من مؤخر القبر، وأن يجعل شقه الأيمن مستقبلا القبلة، أن يجعل شقه الأيمن مستقبلا القبلة، وكذا قالت به اللجنة الدائمة، واختاره الشيخ بن باز رحمه الله على الجميع. ويقول الشيخ الألباني كتاب أحكام الجنائز كتاب ممتاز، لابد أن نقرأه إن شاء الله ونقرأ في مجلس هذا إن شاء الله. قال: والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر، لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، أخرجه ابن أبو شيبة في المصنف. ولما يضعه في لحد يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله، هذا الذي ورد. أما يقول له: خذ كتابك باليمين، لو جاك الملكين وش تقول؟ إذا سألوك من ربك قل ربي الله، على هذا يسمى التلقين، هذه بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. وتحل عقد الكفن عند وضع الميت في القبر، وورد فيها عن ابن مسعود قال: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، واختاروا الشيخ بن باز بن عثيمين رحمة الله على الجميع. ويكشف مسألة كشف الوجه للميت لا أصل له، قال الشيخ بن عثيمين. وغاية ما ورد عن عمر: إذا مت وضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الأرض، ولكنه منهم من لم يصح هذا الأثر، ولا نعلم دليلا على كشف الوجه، كذا قالت اللجنة الدائمة، بل يبقى كما هو، لا يكشف، يستر جميع البدن حتى الوجه، لا المرأة ولا الرجل، المشروع أن يستر وجهه وغيره ولا يكشف شيء. انتهى من فتاوى نور على الدرب للشيخ بن باز. ويستحب حثو 3 حثوات من التراب بعد سد لحد، كذا قال الألبان وصحف الإرواء. ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد لحد. فعن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: صلى على الجنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه 3، هذا بعد ما يتم الدفن يا أحبابي، بعد ما يسد اللحد يحثى عليه من قبل رأسه 3 حثوات، رواه ابن ماجه صحيح الألباني. وأن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، ولا يجصص القبر ولا يبنى عليه، ونهى النبي عن تجصيص القبور والبناء عليها عليه الصلاة والسلام. ولا بأس إن علمه بحجر دون أن يكتب شيئا عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابن مضعون أمر رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام النبي وحسر على ذراعيه وقال: أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، فلا مانع من ذلك، لكن دون أن يكتب عليه أن هي آيات نفس المطمئنة إرجاء ربك رضية مرضية، هذا قبر المرحوم فلان، لا ما يكتب عليه ولا شيء، فقط يوضع هكذا حجرا غفلا لا شيء عليه. ثم بعد أن يتم الدفن يعني يحث الناس على أن يدعو للميت: استغفر الله فيكم وسلوا التثبيت، وقلنا الدعاء يكون دعاء مختصرا. وقال الشيخ العباد: لا بأس بتذكير الناس ليدعوا لأخيهم من غير الدعاء الجماعي. تبقى المسألة: هل ترفع اليدان في هذا الدعاء؟ قال الشيخ العباد: الأمر واسع، فما نعلم شيء يدل على إثباته ولا على نفيه، فإن رفع فلا حرج، وإن لم يرفع فلا ننكر عليه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: يجوز رفع اليد في الدعاء لهما. وذكر قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى بقيع الغرقد ورفع يديه بالدعاء، قالوا: وخذها قاعدة يا إخوان، إذا أنت الآن زرت الجنازة، زرت المقبرة لزيارة عامة للعبرة والعظة، فالدعاء بدون رفع الأيدي. وأما إذا كانت زيارة خاصة تزور والدك المتوفى أو زميل لك أو كذا، وإن لم تعرف مكانه في المقبرة لكن تعرف أن هو المقبرة دي هذه اللي دفن فيها، فهنا يستحب رفع الأيدي عملا بحديث
النبي عليه الصلاة والسلام لما زار أهل البقيع في آخر حياته. أما مسألة قراءة القرآن على القبور أو في البيوت فكل هذه من البدع، قاله الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الألباني رحمة الله عليهم. لم يشرع إلا الدعاء، لم يشرع إلا الدعاء، لم يشرع إلا الدعاء. نأتي في مسألة الموعظة عند المقابر، يعني مرات احنا نكون بنفكر يجي واحد يسوي موعظة. يقول الشيخ بن عثيمين: أما الموعظة الخاصة فهذه لا بأس بها. إيش معنى الموعظة الخاصة؟ ركزوا معايا، يعني الإنسان جالس وحوله ناس وبدوا يتكلموا عن الموت وكذا، هذا قال ما في مانع منها، لا حرج منها، لا حرج فيها. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالس، لما كان يريد أن يدفن أحد بناته فهم بيجهزوا القبر، أخذ يقول: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. وأخذ النبي يعني موعظة خاصة، موعظة خاصة عليه الصلاة والسلام. أما إن الإنسان يقوم خطيبا عند القبر يخطب الناس فهذا ليس من السنة، وما عهدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة قاموا خطباء في المقبرة يعظون الناس بالخطب في أي مكان تكون من داخل المقبرة، وإنما الموعظة مكانها في المساجد. أما المقابر فلا، المقابر محل العزاء، لكن إذا جرت مناسبات موعظة مجلس ما هي خطبة فلا بأس، يعني موعظة خاصة أنت جالس أنت وخيانك منتظرين لين يحفر القبر لا حرج. أما أن تقوم خطيبا فيهم كلهم فهذا كما قال الشيخ بن عثيمين ليس من السنة، ليس من السنة. وقال أيضا: لا، في الدعاء للميت يكفي أن تقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت ثلاثا ثم تنصرف، وليس دعاء طويلا، وليس دعاء طويلا. طيب بعض الناس يجي عند القبر ويرش الماء ويحط الجريدة ويزرع الصبار عند القبر إلى غير ذلك. قال الشيخ بن باز: ليس لأحد أن يضع الجريد ولا غيره، إنما هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الله أطلعه على عذاب القبر لهذين المقبورين في هذا في هذا القبر. وكذا قال الشيخ بن عثيمين، قال: وضع الشيء الرطب من الأغصان أو غيره على القبر ليس بسنة، بل هو بدعة. وصلاة الجنازة أيها الكرام الفضلاء 4 تكبيرات، بعد أن يرفع اليدين في كل تكبيرة، بعد الأولى يقرأ الفاتحة ولا دعاء تفتح فيها، وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة يدعو للميت، وبعد الرابعة يسلم عن يمينه. ومنهم من قال بعد الرابعة فيه دعاء، منهم من قال بعد الرابعة فيه دعاء. وهذا الدعاء الذي قالوا فيه، ومن الذي اختاره من أهل العلم؟ ومنهم من قال لا يوجد هناك دعاء. من الذين قالوا الدعاء بعد الرابعة مذهب المالكية والشافعية، واختاره بعض الحنفية، ورواية عن أحمد، واختاره الشوكاني والعثيمين والألباني. أعيد: من قال بالدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة في الجنازة المالكية والشافعية، واختاره بعض الحنفية، ورواية عند أحمد، واختاره الشوكاني وابن عثيمين والألباني. ومن قال لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة هو مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند المالكية، واختاره الشيخ بن باز، واختاره الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع. طيب الدعاء ماذا يكون اللي يبغى يدعو بعد التكبيرة الرابعة؟ قالوا إذا أراد أن يدعو فيقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، دعا
وإن دعا بقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا حرج. وإذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا حرج. كله ذكره ابن مازة في المحيط البرهاني ومن كتب الحنفية ومن كتب الحنفية. نعم تفضلوا الآن بالقراءة. السلام عليكم. أحسن الله إليكم شيخا. وإليكم حبيبا. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. هذه صلاة الغائب. هذه اسمها صلاة إيش؟ الغائب. صلاة الغائب. ونعى يعني أذاع خبر موته. نعى يعني أذاع خبر موته. وهذا دلالة على أن النجاشي مات مسلما، مات مسلما، وأنه من التابعين، وأنه من التابعين لأنه لم يظفر برقي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وصحبه وسلم وصحبه وسلم. وهنا نتكلم عن حكم صلاة الغائب أيها الكرام الفضلاء. الأصل فيها هذا الحديث وهو في الصحيحين، ما في حديث آخر عن صلاة الغائب إلا هذا الحديث سبحان الله، فدل على مشروعية الصلاة على الغائب. لكن علماء الأحناف والمالكية قالوا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فلا تشرع صلاة الغائب لغيره. تعقبهم الجمهور بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح، والأصل أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به، والأصل في خطاب الشرع العموم حتى يدل الدليل على التخصيص. هذه كلها قواعد أصولية. ومن هنا اختلف العلماء والقائلون بشرية الصلاة على الغائب، فقالوا هل تشرع الصلاة على كل غائب، كل من مات غائبا صلينا عليه؟ وسبحان الله كلهم يستدلون بنفس قصة النجاشي. الآن نقول الشافعية والحنابلة قالوا تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ولو صلي عليه في المكان الذي مات فيه، تشرع الصلاة على كل غائب ميت عن بلده ولو صلي عليه في المكان الذي مات فيه. القول الثاني قالوا تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين كالعلماء أو الغني الذي نفع الناس بماله أو ولاة الأمر إلى غير ذلك. وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ السعدي وافتت به اللجنة الدائمة وهو رواية عند أحمد. القول الثالث أنه تشرع الصلاة على الغائب بشرط أن لا يكون قد صلي عليه في المكان الذي مات فيه، فإن صلي عليه كفى، لأن الأصل في صلاة الجنازة إيش الأصل في صلاة الجنازة مشايخ؟ فرض كفاية يا شيخ. يا سلام، فرض كفائي، ومعناه يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين وتتركه الجميع آثموه. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ورواية عن الإمام أحمد. إذن نقول ونعيد، الحنفية والمالكية قالوا لا ما في عصمة صلاة الغائب، هذه من خصوص صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تكون الصلاة على الميت الحاضر. القول الثاني قال لك تكون الصلاة على الغائب لمن له نفع المسلمين ولاة الأمور العلماء المجاهدين الأغنياء الذين نفع المسلمين، وهذا هو رواية عن أحمد واختار الشيخ السعدي وفد الدين لجنة دائمة. قول الثالث أنها تشرع على كل غائب شرط أنه ما صلي عليه فين في بلده اللي مات فيها، وهي رواية عن أحمد واختار الشيخ الإسلام وابن القيم واختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. طيب هنا عندنا مسألة جميلة يا أحباب، هنا مسألة جميلة
طيب لو رجل مات قبل 20 سنة فخرج إنسان وصلى عليه وهذا اللي صلى عليه عمره 30 سنة هل تصح هذه الصلاة؟ مشايخ مشايخ شيخنا احترم الله عليك نعم تصح ان شاء الله ليش تصح لان في حديث النبي صلى عليه بعد موته ودفنه انا ما اقول كده الان انا اقول لك اضرب لك مثال الان مثلا انت تقول انت عمرك الان وقف الميكروفون اكمل الميكروفون عشان تسمعنا عشان مش عارف اقول مثلا انت عمرك الان 20 سنة ومثلا نقول لك واحد من الاقارب مات قبل 30 سنة هل يصح انك انت تصلي على الان الغائب اذا ما صلى عليه احد يا اخي اي خلاص ما اختلفنا هل يجوز لك تصلي عليه نعم لا ما يجوز طيب وقف الميكروفون الان انا اقول لكم القاعده الجميله هذه يقول الشيخ زكريا الانصاري في اثنى المطالب يقول وتجوز الصلاه على الغائب عن البلد لمن كان من اهل فرض الصلاه عليه يوم موته وضحت القاعده يعني اضرب لك مثال يعني الرجال لما مات قبل 30 سنة هل انت كنت موجود ولا ما انك موجود غير موجود يا شيخ يا سلام ممتاز اذا لا تصح منك الصلاة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو ان رجل مات قبل 20 سنة فخرج انسان وصلي عليه ولو 30 سنة فيصح لانه لما مات كان المصلي 10 سنوات فهو من اهل الصلاة على الميت طيب رجل مات قبل 30 سنة وخرج واحد عنده 20 سنة يصلي عليه قال لك لا لا تصح الصلاة لأنه كان معدوما عندما مات الرجل فليس من أهل الصلاة فليس من أهل الصلاة عليه هذا يأخذنا لمسألة يفعلها بعض الناس الآن جهلا يقول لك يا أخي أبغى أصلي الجنازة على الرسول عليه الصلاة والسلام مش أنت قلتوا يجوز لإنسان الذي له فضل وكذا من أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا دحين بصلي الجنازة على الرسول عليه الصلاة والسلام إيش رأيكم؟ شيخنا حفظك الله على حسب القاعدة أنه أصلا لم يكن موجودا يعني يا سلام وكذا قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وفعلا شرح ممتع والله سبحان الله قالوا ولا يشرع لنا أن نصلي على قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما علمنا أن أحد من الناس قال إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا للصحابة لكن يقف ويدعو بكل أدب ثم ينصرف نعم نعم أحسن الله نكمل إن شاء الله تفضل قال المصنف الله وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه فضيلة تكسير الصفوف عند صلاة الجنازة وليس شرطا أن تكتمل وضعت هذه شيء وضعت مشايخنا هذه يعني في الصلاة العادية لابد أن يتم الصف الأول ثم يبدأ في الصف ليش الثاني أحسنتم في الجنازة ليس شرطا ويقول الشيخ بن باز وأفتى بعض أصحاب النبي فيما روي عن أنها تكون 3 صفوف ولو لم تكتمل وإذا تيسر تكميله فهو أولى على طريق المعروف في صلاة الفريضة طيب لو صفوا 3 صفوف صغار يجوز
اي نعم يجوز، ما في مشكلة، ليس شرطا ان تكتمل، ليس شرطا ان تكتمل. لذلك كانت هذه الفائدة الجميلة هنا من جابر، يقول انه كان في الصف ليش؟ كان في الصف الثالث، كان في الصف الثالث. نعم شيخنا حفظك الله، سد الفرج في صلاة الجنازة هل يستحب؟ ايوه طبعا، حتما هي في هي صلاة يبقى عليها حكم الصلاة الا لما خصه الدليل، ان ما في ركوع، ما في سجود، ما في دعاء استفتاح، ان التسليم يكون على اليمين او على الشمال او يعني هكذا، ولا لا تسوى الصفوف. ولذلك يقولون يسن للامام ان يامر المامومين بتسوية الصفوف، وهذا يا احبابي الكرام يعني هذا باتفاق المذاهب، ايش باتفاق المذاهب الاربعه، ان هذا سووا صفوفكم، فان تسوية الصف من تمام الصلاه، حتى يدل الدليل على تخصيص الجنازه بغيرها من ايش، بغيرها من الاشياء. نعم احسن الله اليكم شيخنا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. يا سلام، هنا الصلاة على القبر، حكم الصلاة على ماذا؟ صلاة الجنازة على القبر حتى لا يخلط أحد فيقول روح صلي على القبر، لا المقصود هنا صلاة الجنازة، يعني الصلاة على الميت في القبر، يعني أنا ما تمكنت أن أصلي على الميت في صلاة الجنازة، فاتني ذلك، ثم ذهبت إلى المقبرة فوجدت أن خلاص قبر الميت، فهنا نعم لك أن تصلي بنفس الصفة أربع تكبيرات، وبنفس صفة صلاة الجنازة الحاضرة، وبنفس صفة صلاة الجنازة الحاضرة. وهنا مسألة يقول أهل العلم، طيب إلى متى؟ إلى متى؟ يعني هل تحدد الصلاة بشهر أو بثلاثة أيام أو بغيرها أو بأكثر أو بأقل؟ يقول الشيخ بن عثيمين، يقول نصلي على القبر ولو بعد شهر ما في مانع، لكن كما قلنا ولو بعد سنوات، ولكن كما قلنا في القيد السابق ان هو ان يكون الميت مات في زمن يكون فيه المصلي اهلا ليش؟ اهلا للصلاة. وضحت حبايبي؟ يعني انت الان لو سمعت ان واحد مات مثلا قبل 20 سنه وانت الان عمرك 30 سنه، تقدر عادي انك انت تروح تصلي الجنازه، تصلي الميت على ايش؟ على قبره، كما ذكرنا في القيد السابق. وطبعا هذه المره التي كانت تقوم المسجد وكانت مولاة لبني فلان كما جاء في الروايات، وماتت في وقت قيلولة والنبي نائم، فلم يحب أن يوقظوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله يعني حزن، يعني كان قال ألا آذنتموني، فقام وصف الناس خلفه وكبر عليها أربعا، ثم قال لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة. رواه النسائي وصحه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع مهما يكن. وفي رواية أخرى عند البخاري أنه رجل، يعني ممكن تكون الحادثة تكررت مرتين، مرة لرجل، مر بقبر قد دفن ليلا، فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا أذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه وصلى عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. أيوة، هذا هو الآن يتكلم عن التكفين، يتكلم عن التكفين الآن، كيف أنه يكون. طبعا لما قال ثياب بيض سحولية، هذه منطقة في اليمن اشتهرت بصنع هذا النوع من الثياب، وسحولية بضم السين المهملة، إنما نسبت إليها. وأيضا تضبط بقول سحولية بفتح ماذا؟ بفتح السين. وهي قلنا منطقة أيها الكرام الفضلاء فيها اشتهر صناعة هذا. هذا الحديث أيها الفضلاء والكرام يبين ما هو يكون من ثياب الكفن، وأن النبي كفن في ثلاثة أثواب، ويفضل أن تكون بيضا. البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، وكفن في هذه الثياب، ولم يوصي بأن يميز نفسه بكفن أو بمكان عن الناس. ويدلك أيضا على حقارة الدنيا، ما تساوي شيء، آخرتك وآخرتي حفرة في طرف المقابر وقطعة بياض من طرف السوق، 50-60 ريال، والكفن ليس له جيوب، وأعمل لدار رضوان خازنها، الجار أحمد والديان ناشيها، المسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. ومن هنا البخاري كان حتى يقول باب الثياب البيض للكفن. ويستحب الإنسان أن يتواضع في الكفن ولا يغالي فيه. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما مات نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه وفيه ردع من زعفران، يعني في أثر للزعفران، فقال اغسل ثوبي هذا وزيد عليه ثوبين فكفنوني فيه. سبحان الله، لا إله إلا. قالوا يا أبا بكر هذا خالق، يعني بالي. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. قال خلاص، يعني الدنيا ما انتهت. رواه ابن سعد وابن أبي شيبة والإمام أحمد. ولذلك الإنسان عليه أيها الكرام الفضلاء أنه دائما يتخفف من هذه الدنيا. كفن في ثلاثة أثواب كما هو معلوم، وهو تفضل أن تكون هذا الكفن يكون في ثلاثة أثواب، وهي أن تكون من البياض. والثوب هو الذي يلبسه المحرم، هذا يسمى ثوب. طيب، لو كفن في ثوب أو في ثوبين، بواب البخاري قال باب الكفن في ثوبين، وروى عن ابن عباس أنه النبي لما قال كفنوا في ثوبيه، شوف الفقه العجيب عند الإمام البخاري سبحان الله، فقالوا ما في مانع أن يكفن في ثوبين إذا كان يستر إيش؟ إذا كان يستر العورة. يقول أبو حنيفة أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة، وأدنى ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة ثلاثة. وقلنا سحولية أو سحولية هكذا بالضبط، والفتح
هو الأبلغ الفتح إن شاء الله هو الأبلغ. نعم، وتجمع على سحل تجمع على سحل. نعم تفضل. أيوة قال ليس فيها قميص ولا عمامة. طبعا هذا لا مفهوم له، لأنه يجوز أن الإنسان ميت كفن بعمامة إذا كان تستر العورة، ولا حرج في ذلك. يجوز الإنسان ممكن يكفن في عمامة إذا كان تستر ماذا؟ إذا كان تستر العورة. تفضل. نعم أحسن الله إليكم شيخا. وعن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال أشعرنها إياه، يعني إزاره. وفي رواية أو سبعا، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. أي نعم ممتاز. هذا الحديث الجليل الذي يوضح ما ينبغي عليه من غسل المرأة ومن كفنها، وهي ابنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، زينب رضي الله عنها وأرضاها. وهذا فيه أن المرأة تتولى غسل المرأة، وأن الرجل يتولى غسل الرجل إلا زوج وزوجة، يعني يشرع فقط رجل يطلع على المرأة لما يكون زوج يغسل زوجته، أو امرأة. وحتى قالت عائشة لو استقبلت بنام لما استدرت بغسل النبي إلا نساؤه. ويجوز أن يغسل الرجل الصبية إذا كانت دون الخمس، وكذلك إذا ما وجدوا امرأة تغسل، ما في امرأة كمن ماتت في برية ولا في مكان بعيد، أو الطفل دون الخمس إذا لم يوجد إيش، إذا لم يوجد رجل، إذا لم يوجد يوجد إذا لم يوجد يوجد رجل. وهذا الغسل والتكفين والدفن هذا كله من حق المتوفى المسلم سبحان الله. وهذه أم عطية أن النبي دخل عليهن وهن يغسلن ابنته زينب، وسبحان الله وزينب ماتت في أول السنة الثامنة من الهجرة، فأمر من يغسلن أن يبدأن بالميامن. هذه السنة في الغسل، يبدأ بالميامن للرجال والنساء جميعا، ومواضع الوضوء، وأن تغسل وترا ثلاثة خمسة سبعة، المقصود الإنقاء والتنظيف، وأن يكون الغسل وترا حتى يتم التنظيف، وأقله ثلاث وأعلاه حتى يتم التنظيف، ثلاثة خمسة سبعة تسعة إلى غير ذلك. وأن يكون فيه السدر، لأن السدر هذا يخرج رغوة، يكون مثل الأجنان والصابون، وينظف السدر والورق، ورق نبات النبق بتشديد الموحدة الفوقانية وسكون الباء التحتانية، النبق وشيء من سدر قليل. وأمرهن أن يضعن في الغسل الأخير الكافور. ليه؟ لأن الكافور أولا طيب الرائحة، وأيضا يبرد على الجسد، يطرد عنه الهوام، وأيضا يشد الجسد سبحان الله. لذلك يكون في الغسل إيش؟ الأخيرة بدون ماء فقط، يكون كافور فقط. وأيضا الشعر هنا يجعل ضفائر وليس مسدولا، يجعل الشعر ضفائر وليس مسدولا، ويجعل في ثلاثة ماذا؟ في ثلاثة ضفائر. قال لما تغلقوا فإذا فرغتن فآذنني، يعني أعطوني خبر. فأعطاهم حقوه، الحقوه اللي هو الإزار، حقو الرجل هو الإزار، كل إزار يسمى حقو، وهو ذكر الحال وهو المحل ودلالة على الحال، لأنه هو يعني يربط به عند الحق، والحق له المكان اللي هو بيكون تحت السرة يسمى إيش الحق. ليجعلنه شعارا لها، يعني
يعني يلامس بدنها، يلامس ايش بدنها، اول شيء على جسدها يكون هو حقو النبي عليه الصلاة والسلام للبركة وليكون رحمة لها، وليكون رحمة لها، وفيه التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام ولباسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمرأة تكفن في خمس، تكفن في خمس، المرأة تكفن في خمس كما هو معلوم، المرأة تكفن في خمسة أشياء، تكفن في خمسة أثواب، القميص اللي هي قميص، ومنهم من قال المرأة تكفن في سبعة أثواب، الدرع والخمار والإزار وأربع لفائف، وأربع لفائف. وهذا هو طبعا تجدونه يعني على حسب المذاهب، يعني على حسب ماذا، على حسب المذاهب المختلفة. يعني أقل الكفن عند المالكية ثوب واحد وأكثره سبعة، والأفضل إذا الرجل كفن في خمسة أثواب، قميص عمامة إزار ولفافتان، والمرأة في سبعة أثواب، درع خمار إزار وأربع لفائف، وأربع لفائف كما جاء في شرح مواهب، شرح مواهب الجليل. هذا يكون عند، يكون عند 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 المالكية هذا 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 الكلام. وعند غيرهم ما بين ثلاثة أثواب إلى خمسة أثواب كما يقول الأحناف والشافعية والحنابلة. إذن سبعة خمسة للرجال وسبعة للنساء، هذا عند المالكية من ثلاثة لخمسة، يعني ثلاثة للرجال وخمسة للنساء، هذا عند الجمهور، هذا عند من؟ هذا عند الجمهور، اللي هو عبارة عن درع وخمار وثلاثة وثلاث لفائف. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كما ذكرنا أحسن الله إليكم، كما ذكرنا أحسن الله إليكم في هذا، أن هذا الأمر أنه باب البخاري، باب قال الكفن فيه ثوبين، الكفن فيه ثوبين. وطبعا لا يخمر هنا الرأس، وإلا الميت يخمر الرأس لأنه يبعث ملبيا يوم القيامة، يبعث ملبيا يوم القيامة. ولا تمسوه طبعا طيبا، لأنه يحضر للمحرم أن يكون متطيبا، أن يكون متطيبا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا ورأسه. قال المصنف: الوقف كسر العنق. وعن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا زيادة منها ومن فهمها رضي الله عنها وأرضها، لكن هذا الحديث واضح، الحديث واضح أنه لا يجوز للنساء أن يتبعن الجنائز لما يحدث منهن من الوجل وعدم الصبر وعدم الصبر. وعلى كل حال نذكر هنا القولان المشهوران أنه يكره المرأة اتباع الجنائز، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقال به بعض السلف رحمة الله على الجميع. ودليلهم هذا الحديث لما قالت ولم يعزم علينا، هذا يعني معناها النهي هنا نهي غير محتم، النهي هنا نهي غير محتم. وطبعا هذا من فهمها رضي الله عنها وارضى، هذا إدراج منها، مدرج منها. أما القول الثاني هو التحريم، وهو مذهب الحنفية واختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وهو مذهب الحنفية واختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، لأن لما قال نهينا النهي راسه فيه التحريم، وطبعا لما يخشى فيه من الفتنة وعدم صبر المرأة. نعم أحسن الله إليك شيخنا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونه إليها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابه. يا سلام، وهذا فيه استحباب الإسراع بالجنازة، استحباب الإسراع بالجنازة وألا يتأخر في الإسراع فيها، وهذا يدل على القيمة، قيمة الإنسان سبحان الله في دين الإسلام، قيمة الإنسان في دين الإسلام. فهنا إن تكون صالحة فخير تقدمها إليه، لأنهم يسرعون بها إلى نعيمه وإلى السعادة وإلى قبر اللي يكون روضة من رياض إيش، من رياض الجنة. والإسراع هنا بحيث أنه لا يؤدي إلى فساد الجنازة، بحيث أنها تقع أو تضطرب أو يكون فيه مشقة على أن يكون فيه مشقة على ماذا؟ أن يكون فيها مشقة على الذين يحملونها، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود به. لكن الإسراع بالجنازة هو سنة من السنن. نعم، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء سمرة بن أحسن الله إليكم شيخنا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. يا سلام، وهذا يا سلام بعد ما بين في التدرج، ما بين الصراع على الغائب، بعدين غسل الميت، بعدين ما يكون من حمل الجنازة، وضح الآن أين يقف الإمام من الجنازة للمرأة وللرجل. فإذا كان موقف الإمام من الجنازة هنا يكون للمرأة في عند وسطها، عند وسطها، وهذا نسميه أين يقف الإمام من الجنازة، أين يقف الإمام من الجنازة. فهنا عند المرأة يقف عند وسطها، يقف عند وسطها، وعند الرجل يقف عند رأسه، وعند الرجل يقف عند رأسه وعند. ولذلك النبي حياتي معنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على الرجل فقام حيال رأسه، فجاء بجنازة أخرى بامرأة فقالوا: يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير، فقام حيال وسط إيش السرير، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والقيام عند رأس الرجل وهو عند الشافعية، ورواية عند الأحناف وهو قول أبي يوسف، واختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، واختاره ابن منذر وابن حزم والقرطبي والشوكاني والشوكاني. طيب، من المرأة يوقف عند وسط المرأة وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ورواية عند أبي حنيفة وقول أبي يوسف صحبه عن مالك، واختاره الطحاوي وابن المنذر وابن حزم والقرطبي والصنعاني والشوكاني وابن باز. نعم، وابن عثيمين أيضا. تفضلوا. أحسن نعم. الله إليكم شيخنا. لهذا الحديث قد تفضلت أنت بذكر لو حديث سمرة المتفق عليه: صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها فقام على وسطها. نعم. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه أبلغ في صيانته عن الباقين. فسبحان الله، انظر هذا الدين الذي حمل المرأة وخاف عليها وغار عليها حتى عند موتها وعند حملها في الجنازة وعند الصلاة عليها. وهذا هو حال الإسلام مع حفظ المرأة وصيانتها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الآن أيها الكرام الفضلاء، طبعا بعد ما ينتهي من من الصلاة على الجنازة وعند حالة من حالات الموت، ما الذي يحدث؟ يحدث الجزع، يحدث الجزع أيها الفضلاء الكرام، ويحدث عدم الصبر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما يجب من الآداب، ما يجب من الآداب من ما يكون عند المصيبة. أبو موسى راوي الحديث نفسه سبحان الله، حدثت له مسألة أنه وجعا شديدا، يعني مرض مرض شديد، فوشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، يعني أغمي عليه وما قدر يتكلم. فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن رسول الله برئ من الصارقة والحالقة والشاقة. شوف الاتباع كيف، ما في مجاملة في أمور الشريعة. وأولى الناس بمن يحفظ الشريعة أن يبلغها إلى أهلي وأنذر عشيرتك الأقربين، وأولى الناس بمن عرف الحق والصدق وعرف الدليل أن يبلغه لمن هو منه قريب، ولا يجمله في باطل، ولأن هذه الأمور من أمور الجاهلية، الصالقة هي التي ترفع صوتها في المصيبة، والحالقة واضح التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها. إن هذا كله من الجزع والتجزؤ ومن الأمور المنهية عنها، فلذلك أتت الشريعة بالبراءة منها، وكل هذه الأمور من التي تحرق الشعر أو تشق الثياب أو ترفع الصوت بالمصيبة والولولة، كل هذا الضابط فيها والعامل المشترك فيها هو الجزع والتفخط. وعلى الإنسان أن يصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال المصنف الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا. ولذلك أحباب الكرام، الصلق بالصاد المهملة المشددة وسكون اللام. الصلق عارفين ايش هو؟ هو صوت أنياب البعير إذا ضربت بعضها بعضا، تسمى ايش؟ تسمى الصلق، صوت أنياب ايش؟ البعير إذا ضربت بعضها ببعض. وأخذ منه صوت الإنسان عند الولولة والمصيبة. يعني أنت الآن لو جيت حطيت ناب فوق ناب وسويت منه صوت، هذا يسمى إيش؟ يسمى صلق. ومنه صلق يعني صاح مولولا. والصلق هذا اسم طبعا يدل على الصياح والولولة، وهو صوت أنياب البعير إذا اصطكت بعضها ببعض. تفضل فضيلتك. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا فيه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنت في أشد أحوالك. شوف النبي مريض، هذا مرض موت عليه الصلاة والسلام،
ومع ذلك ما توقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيه أن النصارى واليهود شرار الخلق مهما بلغوا، هم شرار الخلق بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أولئك شرار الخلق. الأمر الآخر أن المسلم في أي مكان أعظم من أي يهودي ونصراني في أي مكان، ولذلك بعض الناس يقول لك ذهبت إلى أرض كذا فوجدت الإسلام ومعيد مسلمين، أنكر هذا القول مشايخنا وقالوا ما ينبغي مثل هذا أن يقال، لأن المسلم أيا كان أعظم من أي طائفة أخرى على وجه البسيطة. وأيضا فيه النهي على إقامة المساجد على القبور، هذا رد على الصوفية الذين يبنون المساجد على القبور، بل قال أهل العلم فمن كان متأخرا أزيل، يعني لو أن في قبر وبني عليه المسجد، المسجد متأخر يزال المسجد، ولو أن في مسجد أدخل فيه القبر يزال القبر. وهنا فيه أن الإنسان يعني يتأثر بالأسفار إلا إذا كان ذا عقيدة راسخة. وفيه فضيلة أم سلمة وأم حبيبة، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنت أبي سفيان، وهذه أم سلمة هند بنت أبي أمية، أنهما من اللتين هاجرتا إلى أرض الحبشة. والأمر الآخر أن جمال التصوير وجمال البنيان لا يدل على حله. من فين استفدنا هذا الكلام يا مشايخ؟ من إعجابهم بشكل التصوير. أحسنتم، وهذا فيه فضيلة لمن يسافر ودلالة، ما تقعد تقول والله شفت ذاك البنيان وجميل وكذا تسوق له، مهما كان من جماله فلا يدل ذلك على حله، بل أهلهم شوار الخلق. وكلمة ماريا طبعا هو ينسبوها إلى مريم عليه السلام، ينسبوه إلى مريم عليها السلام. وما جعلت الصور إلا للاستئناس ويتذكر أفعال الصالحين من جماعتهم، إنما صور هذه الصور. وفيه النهي عن اتخاذ التصاوير، وفيه النهي عن البناء على المساجد، نعم، وفيه ذم كل من يفعل المحرمات كائنا من كان، نعم. وهذا فيه الأمر رافع عن المنكر في المرض، فما بالي بالك وأنت في خير وسعة، فما بالنا إن رأينا منكرا أننا ونقدر على أن نغيره إما بالكلام أو بالنصيحة فنسكت ولا نغير، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الله أكبر. فيه أن اليهود ملعونون وأن النصارى ملعونون، أن النصارى وهذا في عمومهم، لكن لا يلعن المعين منهم، لا يلعن واحذر غيبة ونيوة ولعن معين أو مقيد، كما قال السفارين رحمه الله، وكما قال الشيخ بن عثيمين لا يلعن المعين. ما نأتي بفلان مثلا هذا نصارى نقول لعنة الله عليك يا فلان ونسمي بالاسم، فإن أسلم غدا أين تذهب من هذه اللعنة؟ لكن في العموم يجوز نقول لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى في العموم، فإن يجوز، هم مطرودون من رحمة الله في العموم، نعم. الله إليكم شيخنا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، هذا كله يدل على الأفعال التي ذكرناها معنا في الصالقة والحالقة والشاقة، كل هذه من أفعال الجاهلية في النهلات. ولما قال وخذوها قاعدة أحبابي، كل ما صدر بلعن أو غضب أو نقص إيمان أو قول ليس منا أو قول لا يؤمن أو توعد عليه بنار في الآخرة أو بحد في الدنيا، هذا 7 تقييدات دل أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب،
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ حتى يصلي عليه ولا يصلي عليها؟ حتى يصلي عليها. يصلي بالياء المنقوصة، يصلي ولا يصلي؟ ممتاز. طيب، جت هكذا واتت هكذا. نعم، حتى يصلي يعني هو أو حتى يصلي عليه. نعم نعم، تفضل. أحسن عليك شيخ. من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. نعم، وقد مر ذلك في طرة كلامنا في بداية كتاب الجنائز. نعم. كتاب الزكاة. حسبك. سبحانك اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرد، وشكر نعمتك وحسن عبادتك ورب السليم ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم لك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك، ومن الطاعة ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تعيدنا إلى برهمنا، ولا أبلغ علمنا، ولا منتهى أمالنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجماعة المسلمين، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم كرمنا وحينا وطلمنا على طعمك كان ويثبت جمعته وجناتك جنات النعيم. واشفي أم سعيد، واشفي كل، واشفي أبا أبي جواد، واشفي كل مريض مسلم، وعافي كل إنسان مسلم يا رب العالمين. وأنزل عليهم شفاء وعافية تقر به العيون وتسلد به الصدور، إنك أنت العزيز الغفور. تم الكلام، ربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ما لاح قبري وأورق عود. نعم.